ليعقوبو، عاوز يعدي عدى فات يعقوبو، كرة طولية جميلة، باص روعة استلام، هو التصويب والهدف الأول. الله 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 عليك يا ولد، الله الباصة الباصة، الأسيست الروعة بقدم إسحاق يعقوبو، ثم الاستلام والمهارة الغير عادية بقدم نجم النجوم اللاعب التجولي يوأ النور، استلام باليمين وحطها بالشمال في مرمى الحارس الهاني سليمان عشان البنك الأهلي يسجلان الهدف الأول، هدف التقدم في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، والهدف الثامن لنجم النجوم النور في الدوري المصري مع فريق البنك الأهلي. بص المهارة، بص الباصة البينية المية مية، وبص التحرك الروعة بقدم النجم يبقى النور. بص الباصة، لسه بتكلم وبقول عن إسحاق يعقوب وعن محمد بسيوني، لهم تحركات إيجابية ولهم دور كبير في هذا الشباك. وادي الأس وادي المهارة، وادي التحرك الروعة، والاستلام باليمين وحطها روعة بالشمال في الشباك مرمى الهاني سليمان. واحد البنك الاهلي، لا شيء، فريق سموحة السكندري.